اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما حضراتكم شايفين احنا اكيد بنحتفل بحاجه زي دي، لانه طبعا كره السله يعني سواء رجال او سيدات الحقيقه في طفره كبيره حصلت جوه النادي، ودي حاجه تسعدنا. وجمهور النادي الاهلي عنده حاله رضا، حاله رضا. يمكن فريق السيدات الحاله دي موجوده بقالها سنين بجد، الحمد لله. السنه دي الرجال يمكن كابتن علي وكابتن عمرو انتوا ساهمتوا بشكل كبير في يعني في وجود حاله الارتياح دي عند جمهور النادي الاهلي في قطاع كره السله كلها. الحمد لله طبعا، يعني موسم بدايته كويسه ان شاء الله، وباذن الله لسه في باقي بطولات ثانيه باذن الله ان شاء الله. سواء رجاله وسيدات واكيد التزويق، وكمان عمرو انت لسه عندك بطولتين ان شاء الله، اكيد ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله. والبنات برضو نجمات، مش بنات بقى، ده النجمات بتوعنا عندكم مشوار لسه صعب مع النادي الاهلي ان شاء الله السنه دي. عايزين كل البطولات دينا، مفيش هزار. مفيش هزار. وكمان ملك ايه النظام؟ لا ان شاء الله مجهزين يعني. يا رب ان شاء الله. طب نستاذنكم نقطع التورته، ومعلش انا مش هقطع، البنات بقى اللي هيقطعوا، لا انا ولا كابتن علي. تعالي يا فريده اتفضلي، تعالي يا دينا، انت كابتن الفريق، ده انجازكم انتوا، وانتوا اللي تستحقوا ده. فمعلش انت اللي هتقطعيه، وتعالي يا بنات انتوا مع بعض، احنا تعالي خشي يا حور، خشي تعالي يا دينا، تعالي يا هم اللي هياخدوا الكنترول النهارده. يلا لا انتوا مع بعض، البنات مع بعض، يلا يلا خش يا كابتن عمرو، يلا انتوا الكنترول وانتوا الابطال، وانتوا اللي تستحقوا ان انتوا تبقوا في المشهد مش احنا. الف الف مليون مبروك، الف يا كابتن مليون مبروك، انجاز كبير، وبنشكركم طبعا على الانجاز ده بالنيابه عن جمهور النادي الاهلي كله، لانه تستحقوا ده. وبشكركم نورتوني وشرفتوني، يا رب نبقى النهارده ليكوا جزء من حقكم. شكرا شكرا يا كابتن عمرو، شكرا يا كابتن علي، شكرين. أعزائي المشاهدين، ده كان يومنا النهارده مع الأبطال فريق السيدات. يمكن الحلقة كلها النهارده كانت بتدور عن السيدات، ابتدت بمحمد صلاح وانتهت بفريق المرتبط والسيدات لكرة السلة. بشكركم شكرا جزيلا، وانتظرونا في حلقة جديدة مع الأبطال، ويا رب دايما يكتر أفراحنا وبطولاتنا.